عسلامة، نسكل أنا اليوم هوني موجودة باش نجري البطولة العربية، نشارك باسم بلادي تونس اللي فريمون خاطر حاجة مهمة بالنسبة لي أنا، خاطر البطولة العربية وسيرتو في تونس. جيت باش نلعب على درابو معناها تونس ونهز الراية التونسية. بالنسبة لي أنا الكومبيتيسيون هذه كيف ما نقولوا احنا حاجة وحاجة، خاطر تحضيرات البطولة العالمية حقيقة لي دو كومبيتيسيون اللي جريتهم الدوري الماسي الدوحة وباريس ما كنتش راضي على المستوى متاعي، دونك البطولة هذه والكومبيتيسيون هذه باش تعاوني برشا معناها في التحضيرات متاعي، وكيف ما قلت لك دونك سي امبورطون اللي زادة نجري لتونس هوني ومعناها نهدي لهم ميدالية ان شاء الله ذهبية. من اهم الناس اللي معناها مساندتني الحقيقة وقعدوا بجنبي سورتو بعد الديفيت متاعي في ريو ويعرفوا معناها قيمة العداء، خاصة كي تبدا الانسان نقولوا احنا يستحق وقتها اللي الانسان سورتو لي سبورتيف احنا نستحقوا اللي واحد يهزنا كان كي نهبط المستوى متاعنا، مش هو مستوى يهبط مي ساغيف اللي العبد تجي كونتر بيرفورمانس والكل، دونك البهاش من الناس اللي عاونوني برشا ومازالوا واقفين بجانبي سيرتو، ونشكر برشا سيد احمد رجيبه اللي الناس اللي تشجع بالحق في الرياضه الفرديه، خاطر مهم برشا انه معناها اسم كبنك الاسكاني يشجع الرياضيين. ان شاء الله ان شاء الله نكون عند المستوى ويرجع مستوى حبيبه الغريبي اللي كنا نستناو فيه ان شاء الله. نسكل عندي كلمة للجمهور متاعي اللي يحبني ويحب حبيبة واللي يشجعني وديما مازال يشجع فيا، دونك صحيح اللي اي رياضي تصير معناها تصير معاه كونتر بيرفورمانس، مي بالعكس هذيك تنجم تكون معناها حاجة باهية باش تزيد تعطيه اكثر شحنة باش يزيد يخدم اكثر ومعناها ويعطي مجهود اكثر. دونك نحب نقول لكم ديما تكون ثقتكم كبيره فيا وان شاء الله انا نكون في المستوى وان شاء الله ديما نعطي من ما نبخلش معناها باش نشرف بلادي ونفرحكم انتم سيرتو الشعب التونسي الكل اللي بالحق حتى وكان معناها صحيح في ريو صارت لي معناها كونتر بيرفورمانس، ما حسيت اللي التوانسه الكل كانوا مسانديني، ديما نحبكم ديما مسانديني.